النهارده على فكره يا جماعه في 5 رحلات طيران خاصه من مصر للطيران طلعت على الكاميرون، وعليها حوالي 1400 مشجع رايحين يشجعوا منتخب مصر في المباراه النهائيه لبطوله الامم الافريقيه. الايام اللي فاتت مصر طيران كانت طلعت 7 رحلات، ومع الخمسه بتوع النهارده يبقى الاجمالي دول بقى 12 رحله طيران عليها مشجعين مصريين وصلت لمطار ياوندي عاصمه الكاميرون. المشجعين دول بقى المفروض رايحين مش يتفرجوا على ماتش خلاص، لكن اكيد لازم يبقى لهم دور كبير في رفع معنويات منتخبنا وتشجيعه لاخر لحظه في المباراه. شايفين اهو وهم بيوصلوا المطار اثناء سفرهم، مشاهد اثناء سفرهم من المشجعين طبعا المصريين وهم بيسافروا من مطار القاهره ووصولهم لمطار ياوندي في العاصمه الكاميرونيه.